السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نسأل الله يا رب يكون الجميع في خير وفي نعمة، اللهم أمين يا رب العالمين. نسأل الله يا رب يكون نحل الجميع في أفضل الأحوال، اللهم أمين. إخواننا إن شاء الله هنتكلم في الفيديو ده بإذن الرحمن عن أهم الأعمال اللي يقوم بها النحال في شهر مايو أو الشهر الخامس لسنة 2023. إن شاء الله هنحاول نتكلم في بعض النصائح لبعض الإخوان من بلدان عربية مختلفة بإذن الله، لعل إن شاء الله أحد من المبتدئين، يعني بالخصوص المبتدئ لو بيستمع لينا يقدر يستفيد من الشيء ده. طبعا الله يبارك في الجميع. نتمنى قبل الحديث في الفيديو أي أحد يستمع لينا إن شاء الله لو ما اشتركش معنا في القناة نتمنى يشترك، لعل إن شاء الله لما يتم نشر أي فيديو يوصل له إشعار إن إحنا نشرنا فيديو ويكون متابع معنا باستمرار، أو لو كذلك بث مباشر بنعمله بالرد على أسئلة الإخوان أو الأعضاء معنا في القناة. طبعا الله يبارك فيكم. بالنسبة لشهر خمسة اللي إحنا موجودين فيه حاليا أو شهر مايو، نقدر نقول فيه بعض الإخوان في مواسم عسل، في بعض الإخوان خرجت من موسم العسل وفي انتظار موسم آخر. الوضع نعتبر مختلف من بلد عربية لبلد أخرى، تمام. الخليج ربما يكون مختلف عن شمال أفريقيا، ربما يكون مختلف عن بلدان الشام، تمام. يعني على سبيل المثال بالنسبة للتوقيت اللي احنا موجودين فيه دلوقتي، عندنا الإخوان في سوريا، نسأل الله يا رب ييسر لهم الحال. حاليا دلوقتي خلاص نقدر نقول داخلين موسم حبة البركة. الإخوان في ليبيا، نسأل الله يا رب يكونوا في أفضل الأحوال، في استعداد لدخول موسم السدر، تمام. عندنا الإخوان داخل المملكة العربية السعودية وفي اليمن وبعض مناطق في الخليج، حاليا دلوقتي هم في موسم السمرة، تمام، وربما يكون على مقربة من نهاية السمرة في بعض الأماكن. ومنهم بعض الإخوان ربما هيكون يروح في أماكن أخرى يبتدي جيش نحل استعدادا للطلحة، تمام. كذلك موجودين في مصر، جمهورية مصر العربية، حاليا دلوقتي على مقربة أو على بداية موسم البرسيم، تمام. كذلك دول كتير أو بلدان كتير فيه اللي في مواسم عسل وفيه اللي في انتظار لسه مواسم بعد 10 أيام، بعد 15 يوم، تمام. بعض الإخوان في المغرب كذلك في بعض المواسم العسل، بعضهم لسه قدامه شهر أو اتنين. كل واحد منطقته تختلف عن الأخ التاني، عن البلد الأخرى، تمام. فهنحاول بقدر الإمكان إن شاء الله نتحدث على أهم الحاجات اللي النحال يقوم بها سواء في موسم عسل أو قدامه فترة على موسم العسل، تمام. طبعا الله يبارك في الجميع، سواء النحال في موسم عسل أو سواء النحال قدامه فترة 10-20 يوم على موسم العسل، أهم خطوة في التوقيت الحالي النحال يقوم بيها وهي الفحص الدوري للخلايا كل 6 أيام أو أسبوع بالكتير، تمام. يعني 5 أيام مفيش مشكلة، كل 6 أيام مفيش مشكلة، لازم النحال يفحص الخلايا سواء في موسم عسل أو سواء بيجيش نحل، لأن معنى إن خلية فيها كثافة نحلية كبيرة والخلية ديت ما نحال ما فحصهاش أو ما قامش بالفحص بتاع الخلية ديت لمدة 10-15 يوم ممكن يحدث تطريد، وبالتالي النحال يخسر كثافة نحلية كبيرة. فأصبح دي أول عمل النحال يقوم بيه، الفحص الدوري للخلايا كل 5-6 أيام أو 7 أيام بالكتير، تمام. طبعا أنا أتحدث على الخلايا القوية اللي ربما يكون 8 إطارات 10 إطارات، خلايا طابقين. أكيد التقسيمات اللي هي بسيطة أو التقسيمات الصغيرة البروازين والتلاتة والأربعة دي نقدر نقول محتاجة فقط من النحال توسع وتقديم دعم ليها، سواء تغذية أو إضافة شمع مبني على أساس إن الخلية تتقدم مع النحال، تمام. يبقى قلنا أول خطوة الله يبارك في الجميع لازم نفحص الخلايا بتاعتنا باستمرار أيا يكن انت من اي بلد عربية تستمع لينا، بالخصوص مع النشاط في المرعى. في بعض البلدان ربما بتعاني شوية من الجفاف، الله يسر لهم الحال، بالخصوص في بعض اماكن في شمال افريقيا. دايما بعض الاخوان بيشتكوا في تونس والجزائر والمغرب من الجفاف، فالله يسر الحال. اتوقع فيه مناطق ربما يكون فيها الخير ما شاء الله، في اماكن اخرى ربما يكون يعني لحد ما الجفاف مؤثر عليه، فنسأل الله يا رب يرزق بالخير والغيث من عنده، اللهم أمين. الأمر الآخر الله يبارك في الجميع، مع شهر مايو أو الشهر الخامس اللي احنا موجودين فيه دلوقتي، تمام، ربما يكون النهاردة 4-5 أو 5-5 تقريبا،
تمام. يعني مقصود كلامي دخلنا في بداية الشهر درجات الحرارة نقدر نقول في معظم الدول العربية مرتفعة، لازم ان حال اللي وصلت درجة الحرارة عنده ما بين 33 درجة مئوية الى ما اعلى من ذلك 35 37 لازم يرفع المظلات بتاعته، لازم يظلل على النحل بتاعه تمام بقدر المستطاع، لان درجات حرارة هتكون مشكلة فيما بعد، سواء الشهر الخامس اللي احنا فيه سواء فيما بعد الشهر السادس، لازم النحال يظلل على النحل. طالما اتكلمنا على التظليل على النحل يبقى نحط جنبيها لازم وجود مية شرب في المنحل، الاتنين دول مرتبطين ببعض، ظللنا على النحل لازم نحط مية. تمام، انا اتكلمت على الاعمال دي، ربما يكون موضوع التظليل ده اتكلمت عليه في اعمال شهر ابريل شهر 4، ولكن لازم نذكر بيه برضه في شهر 5 اللي احنا موجودين فيه دلوقتي. يبقى لازم بقدر المستطاع النحال يظلل على الخلايا بتاعته. واحد بيستمع ليا بيقول لي اخويا محمد احط الخلايا بتاعتي تحت ظل الاشجار، اقول له ما فيش مشكله تمام، المهم انك انت تظلل عليها، تقلل بقدر الامكان تساقط الشمس العموديه عليها وقت الظهيره الساعه 12 واحدة الظهر، درجات الحراره الشديده ديت هتخلي النحل كله يترك البراويز او يترك الاطارات، ومن ثم ينزل في ارضيه الخليه تمام، وبيعمل مجهود جامد في عمليه التهويه، بالخصوص لو انت في موسم عسل المجهود ده هيستهلك منك كميه من الايه من العسل اللي متخزن. احنا قلنا لازم نظلل على المنحل، حط ميه شرب في المنحل. الميه ديت بالمناسبه ميه الشرب، لو واحد ربما يكون بيستهتر بالامر، لا ما تستهترش بالامر، ميه ديت سواء انت في موسم عسل النحل هيستهلك كميه كبيره من الميه، اولا عشان يبرد الخليه، الامر الثاني عشان بيخفف الرحيق اللي هو جايبه من المرعى، الامر الثالث وهو تغذيه اليرقات اللي في الداخل تمام. فالميه دي شيء اساسي، لان ميه النحل بيستخدمها كمان في تعديل الرطوبه داخل الخليه تمام. فميه شرب حطها كل يوم، غير الميه، ما تحطش ميه وتقول والله انا هجلس عليها 3 4 ايام، لا غير الميه باستمرار تمام. الامر الاخر الله يبارك فيكم، طبعا اتمنى بخصوص الميه يتم وضع الميه في مكان مظلل، يعني ما تحطش الميه تحت الشمس مباشر، حاول تحطها تحت ظل شجره تمام، في مكان ظل تمام. واحد هيسالني سؤال بخصوص الميه برضه تمام، وهيقول لي طب فرضا الميه النحل ما استعلمش على مكان الميه ديت وبيروح يشرب من مكان اخر، اعمل ايه؟ اقول له يا اخي انت لو بتجيش نحل، او اي انت بمعنى اصح بتغذي نحلك، يوم واحد حط في معدل كيلو او 2 كيلو سكر في وعاء مية الشرب على أساس كل النحل يستعلم عليها، ومن ثم تضع مية بعد كده مية عادية أو مية شراب، الهدف إنك أنت خليت النحل يستعلم على مكان المية، أفضل ما يروح يجيب مية مثلا متسخة أو مية راكدة في أماكن أخرى، ربما المية دي تسبب مشاكل، ومن أكبر الأخطار لا قدر الله النزيمة بسبب إن يكون فيها مشاكل في المية الرائدة أو مية الصرف الصحي أو مية المصارف. أتمنى نضع النقطة دي في عين الاعتبار. في نقطة أخرى الله يبارك في الجميع، بالنسبة للإخوان اللي حاطين الخلية بتاعتهم على الأرض مباشر، أتمنى ترفع الخلية بتاعتك من على الأرض، على الأقل يا أخي حطها مثلا على كفر لو إمكانياتك مش في الاستطاعة، على الأقل حطها مثلا على بلوك تمام، لو أنت أمورك متيسرة حطها على كراسي سواء من الخشب أو من الحديد، لأن الخلية على الأرض درجة الحرارة تصلها بكميات كبيرة. النمل اللي هنتكلم عليه بعد كده اللي هو ربما يكون في الشهر الخامس والسادس هينشط بكميه كبيره ويسبب مشاكل في الخلايا الضعيفه، فلازم انا كرجل نحال ارفع الخليه عن الارض اقل الامكانيات. انا مش هاجي عليك انت كرجل نحال واقول لك لا احطها لي على كرسي وحطها على حامل، لا يا اخي حطها على الاقل على بلوك، يا اخي حطها على كفر تمام. الامر الاخر الله يبارك في الجميع، مع ارتفاع درجات الحرارة ووجود كثافة نحلية كبيرة تمام، في بعض الإخوان بيشتغلوا في وضع تهويات أو وضع هويات، وأنا أفضل الأمر ده تمام، سواء طبعا الأمر اللي أنا أتكلم عليه ده بالخصوص للخلايا اللي هي تكون 9 أو 10 براويز فقط. في الحالة دي أقول إن حال استفيد، استفيد إزاي؟ أولا لو أنت عندك نشاط أو عندك موسم عسل ارفع عاسلة على اساس تعمل توسعه للخليه. الامر الاخر، العسله اللي انت هترفعها دي تعتبر كهوايه برضو للخليه، كهوايه للخليه
اللي هي بتقلل درجات الحرارة داخل الخلية، ولكن ده ما يغنيش ان انا اظلل على الخلية لعل العلم يكون واضح للاخوان. تمام، احنا الهدف من كل ده بنحاول بقدر الامكان نقلل من درجات الحرارة في الاشهر القادمة اللي هتكون جاية عندنا. تمام، طبعا الله يبارك في الاخوان، لازم نفتح او نوسع فتحات السروح مع وجود الكثافة النحلية للاخوان. فتح او وسع فتحات السروح علشان ما تعملش اعاقة للنحل. تاني حاجة، عشان تخلي النحل يعمل عملية تهوية، او لما يجي يهوي سواء انت في موسم عسل محتاج يهوي على الرحيق اللي في الداخل عشان يعمل له عملية انضاج، او سواء انت عندك كمية من الحضنة فكذلك النحل في اوقات درجات الحرارة بيهوي، فانت لازم تفتح فتحات السروح بطريقة مناسبة حسب الكثافة النحلية. بمعنى واحد عنده خلية فيها 3 براويز من النحل، نقدر نقول فتحة السروح مفيش مشكلة، نخليها 2 3 سم لا يوجد مشكلة. ولكن واحد من الإخوان عنده خلية 10 براويز، لازم يكون فتحة السروح على الأقل 6 7 سم، تمام 8 سم، لأن ده كله النحل محتاجه. تمام، الشتاء عكس ذلك، الشتاء احنا بنضيق فتحات السروح علشان نقلل مجهود النحل ونقلل دخول تيارات هوائية. تمام، طبعا نقطة أخرى بالخصوص للإخوان في الخليج، لو اتجاه فتحات السروح عندك في تيارات هوائية بيجي منها السموم، ربما يكون الإخوان اللي في الخليج عارفين معنى كلمة السموم دي يعني إيه، يعني الهواء اللي بيجي ساخن، يفضل تحاول تعمل مصدات للهواء ده، لأن هواء السموم كفيل إن هو يخلي الأجباح البلدية يتساقط منها البناء اللي فيه العسل ويقع في الجبح او في الاعواد البلديه او الاخوان اللي بيسموها الخلايا الزمر ويبهدل لك الدنيا. تمام، هو السموم خطير جدا لفوق ما احد يتصور، للي عنده موجود مناحله في اماكن صحراويه بيجي فيها هواء ساخن، حاول بقدر الامكان يكون فتحات السروح ديت او فتحه السروح بتاع النحل عكس اتجاه الهواء اللي بيكون جاي ساخن ده. لابد التنبيه على النقطه ديت لعل الاخوان يضعوا النقطه دي في عين الاعتبار. حدث كوارث العام الماضي والعام اللي قبل الماضي في منطقة المدينة المنورة في مناطق في مكة المكرمة، بسبب للأسف الشديد أماكن كان النحالين حاطين فيها خلايا في مناطق فيها سموم أو هواء ساخن، أدى لمشاكل كبيرة جدا. تمام، موضوع المية معلش بنبه بيه، وربما يكون زدت وكررت وعدت في موضوع المية، ولكن للضرورة إخوان اللي نازلين في مواسم عسل في الخليج بالخصوص، أو نازل بجيش نحل لازم تحط ميه، نبه على العامل بتاعك او نبه على اللي شغال في النحل بتاعك لازم الميه، لان عدم وجود ميه النحل بتاعك كله هيروح فين؟ هيروح للحلال او للاغنام اللي في المزارع اللي جنبك. تمام، وبالتالي لما هيروح في الاماكن اللي جنبك ده يسبب لك مشاكل، وهتيجي تبص تلاقي راعي الحلال جاي يعمل لك مشاكل ويشيل نحلك ونحلك بيقرص الحلال. تمام، فانت غني وكفيل عندك كله، بالخصوص لما تيجي مثلا تنقل من منطقة لمنطقة أخرى، لازم وأنت بتنقل النحل وبعد ما ترص النحل على الكراسي أو الخلية على الكراسي في الليل، لازم تحط المشرب بتاع النحل على أساس أول حاجة النحل يستعلم عليها الصباح المية دي. نتمنى يكون النقطة دي واصلة، لأن شفنا كوارث في موضوع المية ديت بالخصوص في الأماكن الصحراوية بالخصوص. تمام، طبعا الله يبارك فيك، وخلصنا نقطة درجات الحرارة، هنخش على إن شاء الرحمن نقطة إضافة شمع الأساس أو إضافة توسع بالشمع الممطوط حسب المكان والزمان اللي احنا نشتغل فيه. بمعنى إيه الكلام ده؟ بمعنى الله يبارك في الجميع، لو أنا في موسم عسل سواء زي ما احنا قلنا السمرة أو السدر أو موسم مثلا حبة البركة، أيا يكن من المواسم أو البرسيم داخل مصر، أو بعض الإخوان اللي هيكونوا إن شاء الله في الأيام القادمة بيجهزوا الموسم الشوكيات، لازم أنت طالما داخل في موسم عسل حط لما النحل يحتاج منك توسع ضيف براويز مبنية. أكرر النقطة دي تاني، براويز مبنية، لأنك أنت دلوقتي في الموسم داخله، سواء داخل الموسم شهر 25 يوم 30 يوم 45 يوم، موسم نقدر نقول موسم قصير، أنت عاوز تستفيد بأكبر قدر من كميات العسل، فما تحطش شمعة أساس. شمعة أساس ده وأنت بالجيش، وأنت بالجيش وتقدم تغذية حط شمعة أساس. تمام، شمع الأساس بالمناسبة أنبه لملحوظة إخوة كتير اشتكوا منها، يقول لك بنزل برواز شمع الأساس في الخلية، النحل ما بنهوش، ما بناش الشمع يوم واتنين وتلاتة وأسبوع.
ندور على السبب الاساسي، نلاقي السبب ان الشمع ده قديم ومتخزن عند النحال، ربما يكون من سنتين ومن سنة ونص. لازم يكون الشمع الاساس حق السنة هذا، تمام؟ شمع اساس لسنة 2023، ما هو الشمع قديم. الامر الاخر، انا كرجل نحال عاوز انزل شمع اساس للخلايا، محتاجة شمع افتح الكرتونة، تمام؟ افتح الكرتونة اللي هي فيها الشمع، ومن ثم اطلع الشمع احطه في البراويز او في الكادر على السلك واجهزه واروح المنحل انزله. ما اعملش البراويز اليوم واجلس شهر اتنين وبعد كده اروح انزلها المنحل، لا. خلاياك محتاجة، اعمل وروح نزل. مش محتاجة ما تعملش، علشان ريحة الشمع نفسه بيكون جاذب لما انت بتنزله لسه طالع من الكرتونة للنحل. نتمنى النقطة دي تكون في عين الاعتبار للنحال، تمام؟ لما اجي احط شمع، سواء شمع ممطوط او مبني او شمع اساس، ما احطش الشمع ده الا حسب احتياج النحل. النحل محتاج انزله حسب قوة النشاط عندي، تمام؟ نحل فيه نشاط وفيه مرعى حبوب لقاح ومرعى كويس، او رحيق من العسل جاي من الازهار بغزارة اضع، تمام؟ انما ما يكونش عندي المرعى ضعيف واحط شمع اساس او شمع مبني واقول النحل ليه مش عاوز يشتغل عليه. نتمنى يكون الصورة دي واصلة، تمام؟ لان موضوع الشمع الله يبارك في الجميع بجد ممكن يكون مشكلة لا قدر الله للنحال، تمام؟ طب هل النحل بيشتغل على الشمع الاساس او بيبني الشمع الاساس في شهر مايو، الشهر الخامس احنا فيه؟ نعم، شهر خمسة كامل ما شاء الله نقدر نقول الشمع النحل هيكون شغال عليه، لان ما زال ما شاء الله ان عندنا ازهار كتير ممتازة وما زال عندنا مواسم، تمام؟ بس نصيحة لأي نحال، حاول تستغل بقدر الإمكان أي وقت بتجيش فيه نحل وتضع تغذية سكرية، تضع كميات شمع أساس على طبعا حسب احتياج النحل بأكبر كمية النحل يقوم ببنائها، لأنك هتستفيد منها، تمام؟ وأجل، أو نقدر نقول خلي الشمع المبني لمواسم العسل. لو دخلت موسم العسل وعندك بعض الطرود على بروازين أو ثلاثة أو أربع براويز، تمام، مش هتدخلها مواسم عسل، حاول تسحب منها شمع مبني ضيفه للخلايا اللي تكون محتاجاه في موسم العسل، ومن ثم نزل للتقسيمات دي شمع اساس، مفيش مشكله، لان شمع اساس في الموسم بيستهلك منك رحيق، تمام، بيتاخر في عمليه البناء، نقدر نقول انت في احتياج لكل، نقدر نقول 1 جرام من الرحيق جاي او 1 جرام من العسل، تمام. نتمنى يكون الصوره ديت واضحه للاخوان النحالين اللي بيستمعوا لينا. النقطة اللي بعد كده، وهي التقسيم وتربية الملكات. بمعنى ايه الكلام ده؟ الله يبارك في الاخوان، لو انت في موسم عسل، تمام، سواء الموسم ده ان شاء الله يخلص مثلا كمان شهر، كمان 20 يوم، تمام، ممكن يكون بعد الموسم عندك يصلح او ممتاز عندك كرجل نحال التقسيم، تمام، وربما ما يصلحش عندك. خلينا نتكلم على سبيل المثال داخل مصر، توقيت الحالي اللي احنا فيه تاريخ 4 من شهر مايو لسنة 2023، صعب عملية تقسيم داخل جمهورية مصر العربية. طب ليه؟ بسبب وجود الورور، اصبح عدو النحل دوت اللي هو الورور كارثة ان اي احد من النحالين يقسم في وجوده. طب النحال داخل مصر هل ما عندوش نشاط؟ لا، عنده نشاط وعنده مرعى من حبوب اللقاح والرحيق، هيكون من اغزر المراعي ما شاء الله تبارك الله بسبب كميه وجود حبوب اللقاح في البرسيم، ولكن صعب القيام بعمليه تقسيم في وجود الوروار لانه هياكل كل الملكات العذارى. طب واحد بيقول لي انا عندي ملكات ملقحه كنت منزلها قبل كده في الربيع، ملكات عذارى، والملكات دي اتلقحت وعاوز اقسم عليها، اقسم دلوقتي ولا ما اقسمش؟ اقول له قسم، تمام، هنا فايده النويات. طيب بالنسبة للنحال داخل مصر دلوقتي مش هيقسم، يقسم متى؟ يقسم ان شاء الله على نقدر نقول شهر 6 ميلادي بإذن الله، يعني كمان شهر تقريبا يكون اخد موسم العسل، ومن ثم الوروار رحل كمل الهجرة بتاعته لأثيوبيا وتنزانيا، تمام، اللي هي الرحلة اللي بياخدها في طريقه، تمام، لان خلاص نقدر نقول على مقربة ان شاء الرحمن من اليوم اللي انا بتكلم فيه دلوقتي، تمام، على مقربة كمان من 7 أيام أو أسبوع بالكتير هيكون خلاص الوروار خد رحلته في الهجرة، تمام.
فبالتالي انا كنحال لو شفت الورور هاجر ابدا في تربيه الملكات، تمام، ومن ثم طبعا عشان ما اشتتش، خلي بالكم الجمله دي قوي واتمنى الاخوان يركزوا معايا، عشان ما اشتتش الكثافه النحليه في موسم البرسيم وانا محتاج كميات كبيره من العسل، ااجل التقسيم لحد بعد فرز العسل، تمام، ومن ثم اقسم، ولكن استغل فتره الموسم ان انا اربي ملكات، لان لما هربي ملكات فتره 15 يوم ومن ثم اجي افرز العسل موجود عندي ملكات عذاره، اصبح ان انا قسمت على ملكات جاهزه، من ثم انا في انتظار 4 ايام 5 ايام الملكه تطلع تتلقح وتنزل تضع البيض، ويبقى انا كرجل نحال استفدت عامل الوقت، تمام. طبعا اخ بيستمع ليا من الجزائر، اخ بيستمع ليا من المغرب، من اي بلد عربيه، تمام، نفس الشيء، لو هو دلوقتي التوقيت اللي احنا فيه دلوقتي مناسب ليه، عنده ذكور، تمام، قسم، تمام. لو واحد مثلا من سوريا، من الاخوان في سوريا، قال انا هقسم ان شاء الرحمن بعد موسم حبه البركه، مفيش مشكله، اهم حاجه في الفتره ديت هل عندك اعداء للنحل، هل عندك دبور، هل عندك غروار، تمام، وانت ادرى بمنطقتك، انت كرجل نحال ادرى بمنطقتك، لو ما عندكش الحاجات دي ممتاز جدا، تمام. طيب لو هيكون لا قدر الله عندك دبور او عندك غروار، استغل دلوقتي التوقيت وقسم دلوقتي، تمام. حتى مش شرط اساس انك انت ممكن تقسم خليه نقدر نقول قويه على 4 براويز و5 براويز، لا، ممكن تقسم خليه على بروازين تحط فيها ملكه عذره حاليا تتلقح، على اساس انك ان شاء الله بعد انتهاء موسم حبه البركه تدعم التقسيمات دي، تمام. اخ من ليبيا بيستمع ليا، اخ من لبنان، تمام، اخ من تونس، مقصود كلامي انت كرجل نحال لو في هدفك تعمل تقسيمات، حاول تظبط عملية تربية الملكات قبل التقسيم بحدود ال 15 يوم على أساس تستفيد. أعطي نصيحة مهمة جدا بالنسبة طبعا لي اللي هيقوم بعملية التقسيم بعد فرز العسل أو بعد جني العسل، تمام. أنت فرزت العسل اليوم على سبيل المثال الخميس، تمام، لما أجي أقسم، السؤال هنا لما أجي أقسم، أقسم إمتى؟ أقسم بكرة الجمعة؟ أقسم السبت؟ لا يا أخي، ما توقعش نفسك في غلط. طب امال اعمل ايه؟ انا انتهيت من الموسم فرست العسل والملكات العذارة عندي جاهزه عشان انزلها ان شاء الله، اقسم وانزلها، تمام. اهم حاجه بعد ما تفرز العسل، تمام، هل عندك رحيق؟ هنا بقى خلي بالك من الكلام وحاول تفهم معايا اتكلم فيه. هل عندك رحيق في المرعى النحل هيجيب منه ويرمم البراويز اللي هي تم فرزها وهيغذي اليرقات في الداخل، ولا انت هتقدم تغذيه سكريه سايله؟ هيقول لي دلوقتي انا عندي دلوقتي النحل هيجيب رحيق من المرعى، خلاص مفيش مشكله، لو النحل هيجيب رحيق من المرعى، تمام، والرحيق دوت نقدر نقول متوسط او اقل من المتوسط، انتظر 5 ايام ومن ثم قسم. ليه؟ على الاقل النحل يكون ملى جزء بسيط حتى الهلال العسلي اللي في الاعلى من العسل اللي تقدر تعتمد عليه لما تيجي تقسم تقسيمه، ما تقسمش تقسيمه جعانه، حذار تقسم تقسيمه جعانه، تمام. واحد تاني قال لا انا الرحيق خلص من عندي، الرحيق او الازهار خلصت، انا هغذي تغذيه سكريه، خلاص تغذي قد ايه؟ غذي تغذيتين، تمام، تغذي تغذيه اليوم مثلا بعد انا فرست العسل، خلاص اغذي تغذيه ومن ثم كمان يومين 48 ساعه ادي تغذيه ثانيه، تمام، وبعد كده اقدر اقسم التقسيمات بتاعتي، لان التقسيمه بتاعتي، تمام، هتكون على سبيل المثال حضنه مفتوحه، حضنه مغلقه، برواز من العسل، العسل ده اللي هو العسل التغذيه، او لو انت حابب تقسم على عسل نقدر نقول جاي من الرحيق اللي عندك مفيش مشكله، الامر يرجع لك، ولكن انك انت تقول هقسم، خلي بالك من الجمله اللي انا اتكلمها، انك انت تقول هقسم وقدم تغذيه، اقول لك يا اخي انت هتوقع نفسك في مشكله، والتغذيه ديت ممكن تؤدي ان التقسيمه تقتل الملكه، وممكن تؤدي ان الملكه ديت بعد ما يتم فقدانها الخليه تكذب، انت ليه تستعجل؟ خلي عندك الصبر، الصبر نعمه من الله سبحانه وتعالى. حاول تمشي باهداف معينه علشان الامور اللي انا اتكلم فيها ديت، اولا انا يعلم الله، ولا بتفلسف ولا بتكلم كلام من دماغي، انا بتكلم كلام شهدناه على ارض الواقع. اشتغلناها داخل مصر، اشتغلناها داخل المملكة العربية السعودية في جميع أملاك أنحاء المملكة العربية السعودية، تمام.
بالنسبة للإخوان اللي في الخليج بالخصوص أو بصفة عامة المملكة العربية السعودية، شهر الرحمن ربما يكون خلاص أنت على مقربة من انتهاء موسم السمرة في حدود 10-15 يوم، ومن ثم هتبتدي تروح تجيش نحل استعدادا للطلحة أو موسم الطلحة اللي يكون في نواحي الحائل وما شابه ذلك. في بعض الإخوان ربما يطلعوا الأماكن الجنوب للتجيش، وفي بعض الإخوان ربما يطلع في أماكن الشمال على البرسيم وعلى الكينة. طبعا اللي هيطلع على اماكن الشمال ان شاء الرحمن سواء على البرسيم او على الكينه بيكون هدفه التجيش، يجيش نحل سواء استعدادا للطلحه اللي هيذهب ليها لمنطقه حائل، او ان هو مثلا ممكن يقسم، طبعا كل نحل خطه، ان هو ممكن يقسم ومن ثم يترك التقسيمات دي تتقوى عشان تكون في استعداد لموسم السدر داخل المملكه العربيه السعوديه اللي هو ربما يبدا في شهر مثلا منتصف 9 او سبتمبر. تمام، في بعض الاماكن اللي هي الشماليه وفي بعض الاماكن الجنوبيه بتبدا متاخر شويه. على العموم الله يبارك في الاخوان اللي هينقلوا في الاماكن اللي في الشمال بالخصوص، كن حذاري يا اخي من موضوع الرش، كن حذاري من موضوع الرش، لان الرش في الاماكن اللي في الشمال الجوف وسكاكه وما حولها مشكله خطيره جدا. انت رايح تقوي نحلك فكن حذر عشان الله سبحانه وتعالى يسترها معاك. تمام، يعلم الله. انا ما اعرفكش انت بتستمع ليا منين، تمام، بس انا اكلمك لو انت من الناس اللي بتروح في الاماكن دي كن حذر لعل لا قدر الله يسترها معاك، لان حدث كوارث كتير. وكذلك اي اخ في اي دولة عربية. تمام، بالخصوص برضو جات لنا شكوى للاسف برضو من بعض الاخوان داخل سوريا، قال لك للاسف في موسم حبة البركة بيحدث رش في اماكن كتيرة وبرش بعشوائية. تمام، فكون حذر يا اخي برضو، كن حذر. تمام، سواء المعلومة اللي جات لنا ديت ان فيه رش في حبة البركة معلومة صحيحة او معلومة خطأ، ولكن يجب علينا التنبيه. تمام، لعل ان حال يكون حذر، والله سبحانه وتعالى يستر مع الجميع. طبعا تكلمنا فيما يخص موضوع التقسيم وموضوع تربية الملكات، طبعا موجود فيديوهات داخل القناة للي عاوز توسع اكتر في الموضوع دوت، سواء التقسيمات او تربية الملكات يقدر يستمع للفيديوهات دي. تمام، النقطة اللي بعد كده بالنسبة للإخوان اللي نقدر نقول مش عاوزين يعملوا عملية تقسيمات، عاوزين يعملوا توسع. تمام، مفيش مشكلة، ركب العسلة. تمام، ركب العسلة، سواء أنت في موسم عسل أو قدامك مثلا 10-15 يوم ركب العسلة. طب لو أنت عندك العسلة راكبة لا يوجد أي مشكلة، هتخش موسم العسل تركب الحاجز الملكي. تمام، بخصوص موضوع الحاجز الملكي دوت نعيد الجملة دي تاني لعل اللي بيستمع لينا يقدر يستفيد منها. يا إخوان الله يبارك في الجميع، دخلت موسم عسل بخلية 10 براويز أو خلية طابقين، يعني خلية تربية وعسلة، عاوز تطلع كمية من العسل ممتازة في وجود طبعا مرعى ممتاز، أهم حاجة المرعى أو الغطاء النباتي، لازم تحيد الملك، لازم تحيد الملك. تحييد الملكة ده هيكون عن طريق إيه؟ انك انت تقلل من وضع الملكة في البيض، ومن ثم لما تقلل من وضع الملكة في البيض هيكون الرحيق اللي جاي من الازهار معظمه بيتم تخزينه في العيون الثلاثية، ومن ثم انت كرجل نحال هتستفيد. تمام، انما الملكة هتعمل بشكل كامل او بكامل الطاقة بتاعتها في موسم العسل، هيكون فيه بيض، من ثم البيض ده يكون يرقات، اليرقات دي هتستخدم او هتتغذى وتستهلك كمية رحيق جاية من الأزهار بكمية كبيرة. ده كله على حساب إيه؟ على حساب تخزين العسل. وأنت كرجل نحال في خلال 20 يوم أو 30 يوم بتوع الموسم هتلاقي نفسك طلعت من الموسم بولا جرام عسل، أو طلعت بكمية بسيطة جدا. ليه؟ لأنك أنت اعتمدت كده، أو أنت كده اشتغلت باستراتيجية، أتمنى يكون الجملة دي واصلة، اشتغلت باستراتيجية إن أنت داخل الموسم بالجيش. بجيش ازاي؟ واحد واحد بيستمع ليه بيقول بجيش ازاي؟ ما انت داخل دلوقتي خليت الملكه تشتغل في كل الطاقه بتاعتها في وضع البيض، وبكميه حضنه ما شاء الله تبارك الله، وكل الرحيق اللي جاي من الخارج من الازهار سواء جاي من حبه بركه او من السدر او من اي موسم النحل او من البرسيم، النحل قاعد يستهلكه. تمام، انت جيشت نحل ما اخدتش عسل، طب احيد الملكه ازاي؟ تحيد الملكه يا اخي كل واحد له طرق. تمام، بس انا دلوقتي بخاطب النحال المبتدئ اللي بيستمع ليه،
ان حال المبتدئ اللي بيستمع ليا اقول له حيد الملكه عن طريق الحاجز الملكي. دي الطريقه اللي انت تقدر تشتغل بيها والطريقه اللي انت بالنسبه لك تكون افضل. واحد محترف بيستمع ليا يقول لي الحاجز الملكي انا ما بستخدموش، ده شيء يرجع لك يا اخي. انت محترف، انا بكلم اخويا المبتدئ. تمام يا اخويا المبتدئ الله يبارك فيك، او اختي المبتدئه. تمام، لازم تستخدمي الحاجز الملكي، سواء عندك خليه طابقين 20 برواز، عندك خليه 30 برواز. تمام، حط حاجز الملكات دوت عند بدايه موسم الفيض ما بين طابق التربيه اللي هو الطابق الاول والعسيلات اللي في الاعلى. تمام، طبعا دوت يتم بعد ايه؟ بعد ما يتم طبعا ترتيب البراويز، يتم طبعا رفع الحضن المغلقه من التربيه للعسيلات، والعسيلات اللي في الاعلى لو فيها حضنه مفتوحه او بيض يتم تنزيلها. وتنزيل الملكه اهم شيء في طبق التربيه الاول، ومن ثم اضع حاجز الملكات واعتمد على الله سبحانه وتعالى ان الله سبحانه وتعالى يرزقني بالخير وبالفضل. واحد بيستمع لي قال انا عندي خليه 10 براويز، مفيش مشكله يا اخي. عندك خليه 9 براويز، مفيش مشكله، ركب حاجز ملكي على بروازين، ركب حاجز ملكي على بروازين. الهدف انك انت تخلي الملكه تعمل في البروازين. تمام، ومن ثم السبع او الثمان براويز الباقيين النحل يعمل عليهم ويشتغل عليهم في وضع كميات من الرحيق، ومن ثم تقدر تستفيد بكميه عسل. تمام، ده طبعا بالنسبه لتحييد الملكه اللي نقدر نقول في موسم الفيض على اساس تقدر تجمع كميه عسل. نقطه لابد الاشاره ليها، وهي فيه بعض الاخوان يقول لك انا بخلخل البراويز او بعمل خلخله ما بين البراويز. خدها مني انا كمحمد المصري رجل نحال واشتغلت في الامر دوت الحمد لله، اللهم لك الحمد لك الشكر. الخلخله ديت فاشل، امر فاشل. اقولها تاني، الخلخله دي امر فاشل. ليه امر فاشل؟ هقول لك ليه. انت لما تيجي تضع ما بين البرواز والبرواز او الاطار والاطار في معدل مثلا 1-2 مللي، على اساس العسيله اللي في الاعلى بدل ما تحط فيها 10 براويز هتحط 9، صح ولا لا؟ عشان تمنع تحرك الملكه ما بين البراويز والنحل يجمع كميه عسل. لو الملكه عندك فتيه ومتلقحه بنت السنه دي 23 في الربيع، الملكه هتشتغل ما بين البراويز بطاقه لا تتخيلها. الملكه هتشتغل ما بين البراويز بطاقه لا تتخيلها. طب امتى الملكه ما تقدرش تتحرك؟ تمام، والخلخله تكون ناجحه معاك؟ لو الملكه كبيره في السن، لو الملكه عندها مشكله، او الملكه مثلا ضعيفه في وضع البيض. هنا اقول لك الخلخله دي هتكون ناجحه. ولكن معظمنا كان حاليا شغالين بملكات ما شاء الله فتيه، ملكات جديده، تلقيح جديد، تمام، يبقى الموضوع ده هيكون فاشل معايا. تمام، وبعد كده نلاقي النحال بيبكي. تمام، والله النحال بعد كده بيبكي يقول لك الملكه صعدت العسيله ووضعت لي برواز واثنين وثلاثه بيض. طب ما انت اللي اعتمدت على موضوع الخلخله يا اخي. ركب حاجز ملكات، واهم حاجه في الحاجز الملكات ان هو تكون العيون بتاعه الحاجز الملكات تسمح بمرور النحل من طابق التربيه للعسله. تمام، بكل اريحيه، دي اهم حاجه. من بلدك تقدر تشتري حاجز ملكي، شوف النوع بتاع نحلك ايه، لان حاجز الملكي بتاع النحل البلدي اللي في الخليج يختلف عن الحاجز الملكي بتاع النحل التلي اللي في شمال افريقيا سواء تونس او الجزائر او المغرب، غير النحل اللي موجود داخل مصر الهجين، غير النحل اللي موجود مثلا في السوري، او النحل مثلا الاجنبي اللي موجود في سوريا والاردن. كل بلد تختلف عن اخرى، او اخواتنا في فلسطين. تمام، اتمنى يكون النقطة دي واضحة، لان ديت امور احنا بنشوفها من اخوة كتير بيسألوا عنها، بنشوفها من اخوة كتير للأسف يجي يشتكوا من الحاجات دي، فلابد ننبه عليها. تمام، طبعا احنا حاولنا نتكلم في معلومات ربما بعض الاخوان يستفيدوا منها. كل واحد طبعا زي ما احنا قلنا يشوف هو عنده ايه، سواء عنده موسم عسل يستفيد من المعلومات اللي احنا قلناها فيما يخص موسم العسل، عنده تجيش نحل يستفيد منها على قدر الامكان. تمام، اتكلم نقطة ربما بعض الاخوان سألوا عنها، وهي ازاي اعرف ان موسم العسل بدأ عندي. تمام، تعرف موسم العسل بدأ عندك بحاجتين. الحاجة الاولى وهي خروجك للمرعى في الغطاء النباتي، تشوف كمية الازهار اللي ابتدت تتفتح، ده يدل على بداية الموسم. الامر الاخر داخل الخلية، تمام، ان انا اجي الساعة 11 12
الظهر، تمام، وارفع برواز، ومن ثم انفض البرواز ده داخل الخلية واشوف تساقط قطرات من الرحيق في الداخل ولا لا. لو تساقطت معايا كميات كبيرة ده يدل على بداية الموسم، تمام. لو الكمية دي نقدر نقول قطرات بسيطة تدل على ان لسه الموسم في بدايته. لو تساقط كمية غزيرة من الرحيق ده يدل على ان الموسم عندي ابتدى بغزارة، تمام. دي كلها دلائل بتدل على كده. امر الاخر، سروح النحل بكمية كبيرة، تمام، ده برضو يدل على ان النحل بيسرح على سواء مرعى نشط او مرعى بدأ جديد، تمام. لعل يكون الاخوان مستمعين للجزئية ديت. احنا بنتكلم في امور دايما بنلاقي الاخوان بيسألوها، وهي في التوقيت الحالي كلنا بنحتاجها. انا اول واحد، تمام، بكون محتاج المعلومات دي. اخوة تانيين بالخصوص في مناطق في الجزائر تكلموا على موضوع درجات الحرارة، هل هيأثر على الأزهار، وهل ممكن يحرق الأزهار، وهل ممكن الأزهار تجف. طيب نتكلم في موضوع درجات الحرارة ديت وتأثيرها على الأزهار، تمام. معلومات كنحال بقولها، أنا ولا بقولها كأستاذ ولا بروفيسور، وأنا نحال زي زيك، تمام. فيه بعض الأزهار الله يبارك في الجميع ما بتتأثرش بدرجات الحرارة، بل بالعكس ان هي بتفرز الرحيق مع ارتفاع درجات الحرارة من 38 درجة لل 40 درجة مئوية. هدي مثال على الموضوع دوت. البرسيم يبتدي يفرز الرحيق، او بعض الاخوان في المغرب والجزائر بيسموه الفصة، بيفرز الرحيق على درجات حرارة من 37 ل 40 درجة. لو درجة الحرارة 32 او 30 درجة، الرحيق اللي بيفرزه الازهار بتاع البرسيم بتكون ضعيفة، تمام. دي الله سبحانه وتعالى جعلها في الشيء ده، او جعلها في نبتة البرسيم او ازهار البرسيم، تمام. وبنشوف الشيء دوت على ارض الواقع داخل مصر، بنقول مع ارتفاع درجات الحرارة، اي نحال كده واي حتى نحال حتى لو مش متعلم بيقول لك مع ارتفاع درجات الحرارة النحل بيبتدي يسرح بكميات كبيرة ويبتدي يفرز كمية كبيرة من الرحيق، تمام. طيب هنيجي على الاخوة في المملكة العربية السعودية او في الخليج. الطلح، الطلح بيفرز درجات، بيفرز الرحيق مع درجات حرارة ربما يكون من 42 درجة، تمام، و40 درجة مئوية، تمام، و39 درجة مئوية، تمام. درجات حرارة مرتفعة جدا، ولكن الطلح سبحان الله العظيم بيشتغل مع درجات الحرارة دي، والنحل بيعمل عمل ما شاء الله، ويفرز ويخزن كمية كبيرة من الرحيق ويختم العسل كمان. شفنا الشيء دوت على أرض الواقع في منطقة حائل داخل المملكة العربية السعودية، وعشناها على ارض الواقع، تمام. طيب هل في بعض الازهار ربما تتاثر؟ اكيد في بعض الازهار ربما تتاثر لو ارتفعت درجات الحراره، تمام. ولكن انا حبيت اذكر نبتتين بالخصوص، تمام، او نوعين من المواسم، سواء موسم الطلح او البرسيم، تمام، لعل ان انا اقول للاخوان ان مش كل درجات الحراره ربما تاثر على الازهار، ولكن فيه لا قدر الله نقدر نقول درجات حرارة ممكن تؤثر على بعض الأنواع، بعض الأنواع، تمام. أنا طبعا ما عنديش علم الإخوة مثلا سواء من الجزائر أو من أي بلد اللي عندهم درجات حرارة بيستفسروا على نبتة إيه، تمام، ولكن أنا أتكلم بصفة عامة، بصفة عامة، تمام. ربما درجات الحرارة تأثر وربما ما تأثرش، زي نقطة الأمطار اللي كانت موجودة من حوالي شهر تقريبا، تمام، في اماكن داخل الطائف في المملكه العربيه السعوديه. كان بعض الاخوان متخوفين ان ممكن المطر دي تخرب ازهار السمره، وكذلك الاخوان داخل سلطنه عمان، في سلطنه عمان كانوا برضو متخوفين من المطر ان هو يخرب السمره، تمام. وانا سئلت عن الامر ده وقلت ربما السمره لا قدر الله لو نزل عليها مطر تخرب السمره ويجي عليها دوده تبتدي تخرب في الزهور بتاعتها وتاكل من الازهار بتاعتها. بيحدث الشيء ده، وساعات المطر بينزل بيكون غيث من عند الله سبحانه وتعالى وبينظف الثمر ويخليها تفرز كميه من الرحيق فوق المعتاد، تمام. فهو الامر في الاول وفي النهايه سبحان الله العظيم يرجع الى اراده الله سبحانه وتعالى ومشيئته، تمام. على العموم اخواننا، نسال الله يا رب يبارك للجميع، ونسال الله يا رب سبحانه وتعالى يرزق كل الاخوان بأفضل إنتاج، سواء إنتاج عسل أو أفضل إنتاجية من النحل، تمام. ويعلم الله متابعين ربما يكون
على مستوى الوطن العربي بعض المشاكل اللي بيواجهها النحال، وما فيش باليد حيلة. انا زيكم، سواء ارتفاع مثلا اسعار كالسكر او بعض المنتجات في النحل، الادوات اللي بنستخدمها كبراويز وشمع وما شابه ذلك، ولكن الحمد لله. يعني هنعمل ايه غير احنا نقول الحمد لله؟ تمام، فالله ييسر الحل للجميع. لو في اي استفسار ان شاء الرحمن، ولو في اي شيء نسيناه او سهونا عنه، نعتذر من الاخوان ونلتمس منهم العذر، وان شاء الله هنحاول برضه نعمل فيديو من القريب باذن الله، يكون من داخل المنحل برضه، نحاول نشرح فيها بعض الاعمال ديت بالعملي او طريقه عمليه من داخل المنحل، سواء تصوير مظله او الامور اللي هي ربما يكون داخل المنحل، لعل المبتدئ برضه يستفيد منها. والله ييسر الحل للجميع، ومشكورين شكرا جزيلا.